السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم؟ الحمد لله انا بخير. الحمد لله، ولكن اشعر بثقل في جسمي. هل ممارسه الرياضه؟ لا، لانني مشغوله جدا. اذا هيا نمارس الرياضه. كيف تنجب؟ ممكن. هيا نبدا. هيا. It's what I feel, and it's so real with you. I love every day. فائدة لعب كرة الريشة هي أنها تساعد في بناء العضلات وأجهزة مختلفة من الجسم ليكون أقوى، يساعد على تعزيز نمو الخلايا ويزيد من كثافة كتلة العظام، كما أنه يساعد في عملية تراكم الكالسيوم، وهي مادة أساسية لتطوير عظام قوية. يمكن أن تساعد في منع خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة. هيا نبدأ. يمارس الرياضة هو نشاط يمارس القوة أو يحرك الجسم بعدة طرق. ويمارس الرياضة منتظم مفيد للصحة من خلال مساعدة على تنسيم الجسم وتنسيم العواطف أيضا. يمارس الرياضة عديد من الفوائد الصحية. أشجعه على ممارسة الرياضة كل يوم لأنه جيد جدا. يريح الرماية عضلات الكتف والظهر. الرماية هي بناء العضلات وتمديدها. تقوي الرماية الصحيحة كتفك وذراعك وصدرك وبدنك وعضلات ظهرك. بناء الثقة بالإضافة إلى الرماية ستعمل على تحسين الأداء في مختلف المجالات، كما أنه يساعد على تبني الشخصية والوفود والمشي أيضا. يساعد أيضا على تقوية الرئتين وممارسة تركيز القلب على ضخ الدم بشكل أفضل وزيادة الثقة بالنفس. كل رياضة لها مزاياها، لذلك إذا أردنا الحفاظ على صحتنا الجسدية تنافسية وعقولنا سعيدة، يجب أن نتدرب 3 مرات على الأقل في الأسبوع. Number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan.